بإذن الله هنتكلم في آخر فيديو في المصل على عناوين مختلفة. العنوان الأول هنتكلم عن الأكشن بوتنشال في المصل على الإلكتريك أكتيفيتي. في هذا العنوان أنا عايزك تعرف نقط مميزة تفرق الأكشن بوتنشال في المصل عن النيرف. أول نقطة هو راستنج ميمبرين بوتنشال في المصل يساوي نيجاتيف 90 ميلي فولت. خلي بالك النيرف كان نيجاتيف 70. الفايرنج ليفل في المصل نيجاتيف 40 ميلي فولت، في النيرف كان نيجاتيف 55. البيك اوف اكشن بوتنشال كان زائد 40 ميلي فولت، في النيرف كان بلس 35. لو جينا بصينا للرسمة هنلاقي الرسمة بالمنظر ده. هي دي رسمة الاكشن بوتنشال اوف ذا ماسل. هتلاقي ان اختلف تماما الامبليتيود، الارتفاع. الامبليتيود اوف ذا نيرف كان 105 ملي فولت، هنا الامبليتيود 130 ملي فولت. يبقى دي الاختلافات. الحاجة الاخرى، مدة الاكشن بوتنشال في السكيليتال ماسل 2 الى 4 ملي سكند، اما النيرف كان 2 ملي سكند. طبعا في النيرف مع الاكشن بوتنشال كنا بنتكلم عن ريفراكتوري بيريود، فترات عدم الاستجابة، ابسوليوت وريلاتيف. العنوان الثاني النهاردة في الفيديو هنقول ايه علاقة الالكتريك او الاكشن بوتنشال بالكونتراكشن اوف ذا ماسل. ايه هو العلاقة؟ هنا هنرسم العلاقة بين الاتنين. بس قبل ما نرسم العلاقة عايز اقول لك حاجة مهمة جدا تكون عارفها. دايما الكهرباء بتسبق الكونتراكشن، بدليل قلنا excitation contraction coupling. طب وده فادني في ايه؟ اقول لك، هنا انا عندي الكونتراكشن وهنا انا عندي الريلاكسيشن. ده الاساس اللي احنا بنتكلم عليه. خلي بالك قبل ما المصل تعمل كونتراكشن بيبقى فيه فترة تأخير في الاستجابة، أنا بسميها latent period، ودي مهمة قوي. late to respond. طب ليه المصل اتأخرت فيها؟ السبب ببساطة إن ده النيرف عندي وهنا هو ده المصل، تمام؟ شيء طبيعي سبب التأخير. اول حاجة انه يتفتح الفولتج جيتد كالسيوم تشانلز في النيرف، او ده بياخد وقت عندنا. رقم اتنين انه يطلع الاسيتايل كولين، ريليز اوف كيميكال ترانسميتر. رقم تلاتة انه يمسك الاسيتايل كولين في ريسبتور بين النيرف والمصل اللي هو نيكوتينيك ريسبتور. والرابع يحصل ميكانيكال ريسبونس، يحصل كونتراكشن، ان الكالسيوم يخرج من السيسترنا ويمسك في تروبونين سي ويشيل تروبوميوسين من مكانه ويحصل كروس بريدج سايكلينج، binding, bending, detachment, recycling. النقط دي كلها بتعمل delay وتأخير. طب ايه علاقة الكلام ده
بالاكشن بوتنشال. ايه العلاقه؟ اهي ادي العلاقه بالنسبه لنا. بمعنى ايه؟ لقوا ان الابسوليوت ريفراكتوري بيريود اوف ذا نيرف اللي كانت بتشمل كل دي بولاريزيشن زائد upper one third of repolarization اللي هو كانت بتشمل الجزء ده كله الدي واول تلت من الري، لقوها ان هي تتزامن مع latent period، correspond to latent period. يعني latent period الفترة اللي لسه الكهرباء ما وصلتش للمصل، لسه ما فيش استجابة، يبقى انا في absolute refractory period. يبقى ده علاقة الالكتريك اللي هو الاكشن بوتنشال. ايه علاقة الالكتريك بايه؟ بالميكانيكال ريسبونس، رسمة كونتراكشن وريلاكسيشن. طيب الريلاتيف ريفراكتوري بيريود تشمل التلتين اللي تحت من الري بولاريزيشن اللي هو الجزء ده كله اللي انا بعمله بالاسود. لقوا ان هذا الجزء تمام كوينسايد بيحصل معاه او بعده على طول بيحصل الكونتراكشن. طب ليه يا دكتور؟ ريلاتيف ريفراكتوري بيريود من ايام النيرف كان الديفينيشن بتاعها ذا نيرف كان ريسبوند تو a stronger stimulus than normal، الى stimulus جديد. ما هو طبعا ال ARP خلص، المدة دي خلصت خلاص، يبقى ممكن المصل ميكانيكال تستجيب لستيمولس اخر. واقول لك على حاجة، دائما ابدا الكونتراكشن يحدث بعد نهاية الابسوليوت ريفراكتوري بيريود، ده دايما. والدليل على ان كلامي صح، دايما المصل في حالة كونتراكشن باستمرار، ودايما الكونتراكشن يزداد جراديوال اهو، يزداد بالطريقة دي. ده اول بيك اول كونتراكشن، وده التاني، وده التالت، وده الرابع. يعني اقول لك الميكانيكال ريسبونس او الكونتراكشن كان بي سميتد. خلي بالك انا بتكلم على السميشن اوف ميكانيكال ريسبونس، استجابة العضلة للستيمولس دائما موجودة في العادي، موجودة. ده مهم قوي لو كل شوية في ستيمولس، مش قصدي ان انا ادي ريبيتيتيف استيمولاي، لو متكررة يحصل فتيج، انا مش قصدي ده. يبقى اذا انا عرفت ان الـ ARP مع الليتنت بيريود والريلاتيف ريفراكتوري مع الكونتراكشن، وان في سميشن اوف كونتراكشن، ده في غاية الأهمية نكون عارفينه. طيب كده احنا اتكلمنا على action potential in muscle وعلاقة الاكشن potential بالميكانيكال response وسبب latent period. عايزين دلوقتي نتكلم على الإفكت of number of stimuli، ودي في غاية الأهمية. الفيديو اللي فات كنا بنتكلم على gradation of skeletal muscle contraction. خلي بالك ازاي الاستجابة تبقى متدرجة، واتكلمنا على عنوانين motor units recruitment، والعنوان التاني مهم قوي هو ال lens tension relationship starling low،
كلمت على الافتر لود، كلمنا على بري لود وافتر لود، وكلمنا على التنشن بانواعه، وقلنا العنوان الاخير هنقوله في اخر فيديو هو الفريكوانسي اوف ستيميوليشن، عدد الاستيمولاي اللي بتتعرض اليها العضله. هنا لما اقول فريكوانسي انت تفكر في ايه؟ ممكن يبقى سنجل واحد، ممكن يبقى اتنين، تمام، وممكن يبقى اكتر من اتنين، يبقوا مالتيبل ستيمولاي. هبتدي بسنجل ستيمولس. الكلام ده عملناه تجربه على الضفدعه، جبنا المسل بتاعه الفرج، اللور ليمب فيه مسل اسمها جاسترو كونيميوس مسل، تمام. جبنا المسل دي ثبتناها على ترابيزه في المعمل بدبوس، وجينا بعد كده جبنا جهاز معدني قديم اسمه ستيميوليتور. جهاز ده بظبط المونيتور بتاعه بحيث ازود في العدد. جهاز ده ليه مونيتور كده متظبط 1 2 5 الى ستيمولاي مختلفه في العدد والفولت. لما ادينا 1 ستيمولس مؤثر واحد على المسل دي عمل لي المنظر ده، ادي الاستيمولس اتسجل كشكل قوس، وبعد كده اتفاجئنا مفيش كونتراكشن سريع في خط، ثم لقينا المنظر ده اهي، لقينا كونتراكشن ثم ريلاكسيشن، ده المنظر اللي احنا لقيناه. طب الخط الاحمر ده بيعبر عن ايه؟ لسه قايلين بيعبر عن ليتنت بيريود، الفترة اللي هيتأخر فيها الاستيمولس من النيرف الى المصل. وقلنا اربع اسباب: opening voltage gated calcium channel، release of acetylcholine، binding to nicotinic receptor في الموتور اند بليت، والرابعة ميكانيكال ريسبونس. طيب سمينا الموضوع ده ايه؟ انا عندي 1 contraction followed by 1 relaxation لان انا اديت stimulus واحد، فهسميها simple muscle twitch. على فكرة twitch معناها رعشة او contraction بسيط. طب ليه simple؟ لان انت عندك 1 stimulus عمل لي 1 contraction و 1 relaxation. طيب سؤال مهم قبل ما نكمل السيمبل ماسل تويتش: هل تتوقع ان المنظر ده موجود في الانسان؟ الاجابة لا، مفيش 1 stimulus بتوصل لاي مكان في جسمك، انت بيوصل لك فريكوانسي كتيرة. الاكشن بوتنشال من فيديوهات النيرف اللي قلناها قبل كده بنغير في عددها. يعني انا اديلك نفس الرسمة باعداد مختلفة، وبالتالي مفيش حاجة اسمها سنجل استيمولس. طيب يبقى انا عرفت يعني ايه سيمبل ماسل تويتش. طيب مدة الليتنت بيريود كام؟ 1 من 100 ثانية، والكونتراكشن مدته 4 من 100 ثانية، والريلاكسيشن يساوي المجموع 5 من 100 من الثانية. السؤال المهم: factors affecting simple muscle twitch، ايه هي العوامل اللي تأثر في الكونتراكشن of the muscle؟ ودي نقطة مهمة قوي. لما اجي اقول لك factors بتأثر، فلازم تفكر في الفيديوهات اللي فاتت.
دكتور انت بتتكلم على انقباض عضلة، يبقى اكيد نوع المسل فايبر التايب، واتفقنا يا اما فاست يا اما سلو. دايما الفاست مسل فايبر معناها كونتراكشن سريع، يبقى تتوقع ليتنت بيريود قصيرة، والعكس في السلو. انا فاست يبقى مدة الكونتراكشن سريعة، والعكس في السلو. يبقى نوع المسل فايبر يفرق. طب تاني فاكتور، ستارلينج لو الراجل الالماني قال ايه؟ كل ما نزود الانيشيال لينث اوف ذا مسل فورس اوف كونتراكشن يزيد وزن ليميتس. يبقى تاني فاكتور عندي لازم اقوله هو ستارلينج لو، وشرحناها بالتفاصيل، ولينس تنشن ريليشن شيب، ولو تفتكروا الاحتمالات اللي قلناها. الفاكتور التالت المهم جدا هو الفتيج، وده فاكتور يقلل. فاكر الفتيج؟ تقل الفورس اوف كونتراكشن تمبروري. سببها ايه؟ ريبيتيتيف استيمولاي. هتقول لي يعني ايه ريبيتيتيف او متكرر؟ هقول لك عملنا ايه في الفروج، تجربه هتشوفها في العملي. جبنا المصل بتاعت الفروج بنفس المبدا، وادينا لها كذا استيمولاي، كذا استيمولاي عليها. لقينا ايه؟ في الاول كان في كونتراكشن قوي، بعد كده بنقط اهو الكونتراكشن عمال يقل، كل شويه الكونتراكشن عمال يقل يقل معاك. البيك كانت كده، قلت قلت عماله بتقل، قوه الكونتراكشن اصبحت اضعف. يبقى الفتيج هو عامل سلبي، واتكلمنا على الكوزز بتاعته في الفيديوهات السابقه، سواء نيوروماسكولر فتيج او كان لاكتيك اسيد او سايكولوجيكال. بس طبعا هنا مفيش سايكولوجيكال، يبقى ده الفاكتور التالت اللي يأثر في الموضوع. الفاكتور الرابع هو درجة الحرارة التمبريتشر. جبنا الفروج مسل وعملنا فيها حاجة جميلة قوي، سجلنا لها سيمبل مسل تويتش، اي كونتراكشن وراها ريلاكسيشن وقبلها ليتنت بيريود. حطينا على عضلة الضفدعة محلول دافي، محلول ملح دافي. بصوا لقينا ايه؟ اهي ايه اللي حصل في الحالة دي؟ اللي حصل ان المدة قصرت. كل دي كانت المدة الاولى. اللون الاحمر هو بيعبر عن ورم سالين، محلول دافي. طب لما حطيته على المصل حصل ايه؟ لما حطيته زود الامبليتيود اوف كونتراكشن، زود الارتفاع واثر في مدة بتاعتي. طب ليه يا دكتور الديوريشن قلت؟ مدة قلت ليه؟ لسببين، لانه زاد الانزيماتيك رياكشنز، زادت التفاعلات جوه العضلة، ميتابوليك اكتيفيتي زادت جدا. وفي سبب تاني قلناها قبل كده، الحرارة بتقلل الفيسكوزيتي، بتقلل اللزوجة، بتبعد الاكتين عن الميوسين، فده يدي فرصة للمصل الاكتين انه هو سلايدنج اوفر ذا مايوسين، ونعمل كروس بريدج سايكلينج محترم. ده مهم جدا الكلام ده. تعالى بقى بص العكس، لو انت حطيت كولد سلايم، ده النورمال بتاعي كونتراكشن وريلاكسيشن، الطلعه كونتراكشن والنازله ريلاكسيشن
بص بقى، لو كولد سالاين وبدأنا من هنا اهو، ايه اللي حصل؟ اللي حصل في الكولد طبعا ده مش كولد، الكولد المفروض اهي، ده اللي هيحصل هنا. ليه مش كولد؟ لو جه لخبطك لان انت هنا زودت البيك. لا، لما تحط حاجة ساقعة ما تزودش في الارتفاع بتاع الكونتراكشن، دايما الحاجة الساقعة تقلل. فبصوا عمل ايه الكولد، ادي الكولد اهو، عمل ايه مقارنة باللون الاحمر الورم اهي، ده مقارنة بده، الكولد قلل الامبليتيود، قلل ارتفاع الرسمة، ارتفاع الانقباض، ده مهم جدا. وكمان عمل ايه؟ بصوا المنقط اهو، زود الديوريشن بتاعك، ودي نقطة مهمة، انت زودت الفترة بتاعت الكونتراكشن والريلاكسيشن، والسبب عكس اسباب الورم، قللت الانزيماتيك رياكشن وزودت الفيسكوزيتي، ده مهم جدا، درجة الحرارة. يبقى قلت أربعة فاكتورز، نوع المسل فايبرز تأثر في الكونتراكشن، ستارلينج لو، فاتيج، تمبريتشر، والفاكتور الخامس في السيمبل مسل تويتش مهم جدا، سكسيسيف استيمولاي. وده خلي بالك منه، ان احنا ندي اكتر من استيمولس، سكسيسيف معناها متتابع متتالي. تعالوا نقول الاحتمالات بتاعتنا، على فكرة سيمبل ماسل تويتش بتتقال بالاختصارات، اول حرف من كل كلمة اس ام تي. طيب تعالوا نقول الاحتمالات التلاتة بتوعنا، بص على اول احتمال عندنا اهو، contraction relaxation، ادي الاستيمولس التاني هنا بعد نهاية الريلاكسيشن، لو انت اديته بعد نهاية الريلاكسيشن يعمل لك كده، يعمل لك تويتش جديد، contraction جديد وريلاكسيشن جديد. يبقى ده اول احتمال عندك، ان السكند ستيمولس افتر ذا اند اوف الكونتراكشن والريلاكسيشن. طيب الاحتمال الثاني اللي عندي، ان انا ادي السكند ستيمولس اثناء الكونتراكشن. طب اثناء الكونتراكشن انت لسه قايل انتهى الابسوليوت ريفراكتوري بيريود، وانا في ريلاتيف ريفراكتوري بيريود، يبقى الوضع ماشي ازاي؟ اهو ادي الكونتراكشن وادي السكند ستيمولس، هتدي سكند، تدي ثيرد، تدي فورس، هتلاقي ما زلت في الكونتراكشن، الكيرف ما نزلش معايا، وانزل ريلاكسيشن، يبقى طالع كونتراكشن وهزبت عند هذا الجزء وانزل ريلاكسيشن. لما بتدي اكتر من استيمولس اللي هو اكتر من اتنين، هتعرفوا المنظر ده اسمه ايه، اسمه تيتانس. كلمة تيتانس معناها انقباض مستمر، continuous contraction. ايوه، ما هو مفيش ابسوليوت ريفراكتوري بيريود تمنع المصل انها تستجيب لستيمولس اخر، مين يمنعني دلوقتي؟ على فكرة تيتانوس موجودة طبيعي في جسمنا طول الوقت، الجرافيتي بتحاول توقعك، الجاذبية، رد فعلك كونتراكشن مستمر. وبعد سنتين في النظام الجديد هتعرف ان دي هتتقال اسمها موتور تيتانس، التيتانس الحركي،
الكونتراكشن اللي يساعدني على الحركة. ما هو ده شيء طبيعي، من غير كونتراكشن في الانتي جرافيتي ماسلز ازاي تقدر تمشي؟ ده انت ما عندكش توازن اساسا. يبقى ده نعمة كبيرة من ربنا اسمها تيتانوس. طيب نيجي للاحتمال الثالث والاخير، ادينا السكند استيمولس اثناء الريلاكسيشن. بص بقى، لو انت اديتها اثناء الريلاكسيشن يحصل ايه؟ ادي كونتراكشن بتاعتنا، المصل نازله اهي تعمل ريلاكسيشن، المصل بتاعت الضفدعه اللي بنعمل عليها الاكسبيرمنت اهي، وهي بتعمل ريلاكسيشن، فاجئتها بالارو ده، اديت لها ستيمولس جديد وهي بتعمل ريلاكسيشن، يعني ما لحقتش تريح فاضطر تطلع وتعمل كونتراكشن جديد اهو، وبعد كده ايه؟ وبعد كده نزلت. طيب دكتور انا عايز اسالك سؤال، اللون الازرق ده الكونتراكشن الجديد ده اسمه ايه؟ هي نزلت وطلعت تاني، نزلت وطلعت، هسميها اسم كلونس. ما معنى كلونس؟ كلونس كلمة لاتيني معناها رقص، كأن المصل بترقص، في حركة اهتزازية في المصل. مش طبيعي نلاقي المنظر ده، لكن طبيعي نلاقي المنظر ده، وقلنا السبب. هنا كلونس معناها ايه؟ معناها لم يكتمل الريلاكسيشن، فهسميها كده ان كومبليت ريلاكسيشن. الريلاكسيشن لم يكتمل اهو، ده الريلاكسيشن. هل يا ترى كمل للنهايه؟ ما كملش، وطالما ما كملش سميها كلونس. خلي بالك السكسيسيف استيمولاي دي تلاقيها متكرره في كتب الفسيولوجي مرتين، مره يقول لك السكند ستيمولس زي ما احنا قلنا، ومره يقول اكتر من اتنين، والنتيجه واحده. لو اديت ستيمولس تاني اثناء الكونتراكشن زي ما تدي اكتر من واحده، اكتر من واحده شكل التيتانوس يبقى اوضح. نفس الفكره، هتدي ستيمولس تاني اثناء الريلاكسيشن زي ما تدي اكتر من واحد. يعني ايه كلونس ممكن يبقى كتير ازاي؟ اهي بص، واثناء الريلاكسيشن رحت انا اديت ستيمولس تاني، فاضطرت المصل انها تطلع تاني، وهكذا بقى الموضوع، اطلع وانزل وانزل واطلع واطلع وانزل. ده بقى عامل زي مسرح العرايس. تخيل المصل بتاعتك في الحالة دي مش هتقدر تعمل حركة بانتظام اساس، عشان كده الكلونس مش موجود نورمالي، بس موجود في الامراض، وهنعرف الكلام ده في سنة تالتة طب نظام جديد بإذن الله. كده انا عرفت الخمسة فاكتورز افكتنج سيمبل ماسل تويتش بالنسبة لي، وعرفت التيتانوس والكلونس. على فكرة لما انا جيت قلت كونتراكشن وهنا ادي ستيمولس، كتب الفسيولوجي تقول لك ايه؟ هيحصل كونتراكشن 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 ورا بعض وبعد كده ننزل. قال لك الكونتراكشنز اللي عامله زي الشخبطه فوق هي هتبان بالمنظر ده، اسمها فيوزد كونتراكشن، كونتراكشنز ملحومه ببعض، وده مهم جدا بالنسبه لي. كده احنا قلنا في الفيديو الاكشن بوتنشال وعلاقته بالميكانيكال ريسبونس، وشرحنا سيمبل ماسل تويتش، واتكلمنا على تيتانوس اند كلونس. في كام نقطة متفرقين مهمين قوي، هبتدي بأول نقطة ليها علاقة
بالفريكوانسي. نفترض ان انا بزود الاستيمولاي بالتدريج. يعني ايه بالتدريج؟ تخيل اللي احنا قلناه قبل كده ده التي توبيول ترانسفيرس توبيول بتاعتنا، وهنا ده منظر للساركوبلازميك ريتيكولم العظمه اللي اتكلمنا عليها، وقلنا ان الاكشن بوتنشال بيعدي في التي توبيول الكوبري اللي بيدخل الكهرباء. ثم فاكر كان في هنا ذهب ريسبتور دي اتش بي، اول ما الكهرباء توصل له الباب يفتح ويعدي الاكشن بوتنشال. طبعا هنا في ما بينهم فوت بروسيس، عدت الكهرباء الى السيسترنا الى الانتفاخ، والانتفاخ دي على سطحها في ريانو دين ريسبتور، كلام بتاع زمان. وقلنا ان هنا السيسترنا فيها مخزن الكالسيوم. فاكر كالسيوم كان بيمسك في الريسبتور وينزل الى فين؟ الى الفيلامنتس في الاعماق عند الاكتين والمايوسين، ويعمل بقى يمسك في التروبونين سي وهكذا. كل ما بتزود الفريكوانسي اوف اكشن بوتنشال اللي رايح الى المصل، كل ما هتخرج كالسيوم اكتر من المخزون من الساركوبلازميك ريتيكولوم. هتقولي طب ما هو ده كلام طبيعي، ايه الجديد؟ الجديد ان الكونتراكشن هيزيد كده. ايه المنظر ده؟ كاني طالع سلم من الدرجه الاقل للاعلى للاعلى وهكذا. فقالوا معنى ان زياده الكونتراكشن كانك طالع، بص سلم، كل مره العمود بيزيد. العمود ده رمز الايه؟ رمز القوة الكونتراكشن. وفين السلم؟ اهو ادي السلم بتاعك. فتسمت ستير كيس فينومينون، نظرية السلم. مهم قوي ان انت تكون عارف الكلام ده، فينومينون. الستير كيس اكتشفها عالم الماني، فقال احط اللغة الألمانية سلم اسمه تريبي، فقال تريبي فينومينون، نظرية السلم. ده مهم جدا وهنقوله مع الكارديوفاسكولار سيستم في سنة تانية. طب مهم قوي الكلام ده، يتقال مع الفريكوانسي بالنسبة لنا. طيب عايزين نتكلم عن المسل ديزيزس، ودي مهمة قوي. يا ترى أمراض العضلات إيه بقى بعد ما قلنا كل الكلام المهم؟ المسل ديزيزس عندنا بتبقى أنواع كتيرة. أول نوع مسل كرامب، هو مش ديزيز، هو شد عضلي. الكرامب سببه إيه؟ زيادة اللاكتيك أسيد، وقلنا إن الأسيد ده inhibit the key enzymes بتاعتنا في الجلايكوليسس. او الكرام سببه مشكلة في الالكترولايت زي البوتاسيوم، عندك مشكلة في البوتاسيوم، هايبر كاليميا، ما هو دي مشكلة تعمل كرام. عندك البلوت فلو قليل، وده شيء طبيعي، عضلة وصل لها دم قليل، ازاي تعمل كونتراكشن بكفاءة؟ الحاجة التانية في الأمراض اسمه تيتاني، ركزوا بقى معايا يعني ايه. عايزك تفتكر من أيام النيرف لما جينا رسمنا الممبرين اوف ذا نيرف، قلنا النيرف عليه من بره اوتر جيتد صوديوم شانلز اسمها ام جيت، وقلنا بتبقى كلوزد اثناء الريست
لو تفتكر، وقلنا ان الفولتج جيتد صوديوم جواها بيبقى عندي بوابة اسمها اتش جيت، ده الداخلية. يبقى انا عندي ام وعندي اتش. مين اللي قافل الام جيت طول الوقت؟ هو اكسترا سيليولار كالسيوم. طب لو الكالسيوم قل، اللي كان بيقفل البوابة دي الحارس ما بقاش موجود، اتفتحت البوابة ودخل الصوديوم اثناء الريست. طب لما يدخل الصوديوم اثناء الريست من الفولتج جيت الصوديوم تشانلز هيعمل ايه؟ هيقربنا من الفايرنج ليفل. هتكون انت قريب من الفايرنج. انا بتكلم عن النيرف بدل ما تبقى نيجاتيف 70 ديورينج ريست، لا بقيت نيجاتيف 59، والسبب دخول الصوديوم. لما ندي ستيمولس ضعيف خلاص انت قربت من الفايرنج ليفل نيجاتيف 55. كل ما ندي ستيمولس اكتر، كل ما اعمل اكشن بوتنشال ويزيد الفريكوانسي. طب وايه يعني عدد الاكشن بوتنشال في النيرف زادوا؟ لما يزيد عدد الاكشن بوتنشال في النيرف ده عدد يتنقل لمين؟ للماسل سيرفس. فالماسل يوصل لها اعداد كبيره من الاكشن بوتنشال، تدخل التي توبيول ثم تحرر الكالسيوم المخزون في السيسترنا، وكل ما يخرج كالسيوم اكتر كل ما قوة الكونتراكشن تزيد اكتر، كأنك طالع سلم يؤدي الى تيتاني. يعني ايه؟ تشنجات. العضلة فيها تشنج. يعني ايه تشنج؟ يعني الطبيعي وانت ماشي ايدك جنبك، العيان ده يبقى كده، تلاقي الريست بتاعه بهذا المنظر فليكسد كده، مش عارف يفرد ايده، اهي متشنجة وليها شكل مميز. سببها ايه؟ نقص الكالسيوم من البداية الحارس على بوابة الام جيت. فتسمى هذا المرض على نصين، يعني هو اسم كامل فيه السبب وفيه النتيجة. السبب ايه؟ هايبوكالسيميك ادى الى تيتاني تشنجات. فيقول لك هايبو كالسيميك تيتاني، نقص الكالسيوم في الدم ادى الى تشنجات. بدات كلامي عن النيرف وانعكس على المصل. دي المشكله الثانيه. المشكله الثالثه ضمور العضلات، نسمعها كتير في العربي، حاجه اسمها اتروفي of the muscle. يعني كلمة ضمور؟ لما هتاخدوا البطنة بعد كده المفروض انت بتقيس محيط الدراع، حاجة اسمها circumference، بتقيس الدراع بالمزورة بالمتر. المفروض ان الدراع ده يساوي الدراع الاخر. لو لقيت ناحية خاسة شوية اتروفي. طب يعني ايه؟ ادي شكل السباينال كورد بتاعي، ده المنظر، وادي المصل. كلنا عارفين ان بيطلع من الانتيريور هورن سيل نيرف رايح للمصل. تخيل اتقطع النيرف ده اللي خارج من الانتيريور هورن سيل، المصل ما بقتش شغالة زي الأول، حصل فيها ضمور أتروفي. حتى الجزء ده في غاية الأهمية. ليه ضمور يا دكتور؟ ما هو مين اللي بيشغل المصل؟ النيرف. اكسايتيشن كونتراكشن كوبلينج، وبالتالي العضو الذي لا يستخدم يضمر. خدناها زمان في الساينس،
organ which is not used is atrophied. خلي بالك ضمور العضلة يؤدي إلى شلل. حاجة اسمها paralysis. عضلة دي تشلت. العضلة المشلولة تشوف فيها حاجتين غراب جدا. حاجة اسمها فاسيكيوليشن. فاسيكيوليشن. وحاجة اسمها فايب ريليشن. هتقول لي الله ايه الفرق ما بين الاتنين؟ طبعا مش عليك التفاصيل في سبب قوي، ولكن تعرف فكرة عنهم. كلمة فاسيكل يعني حزمة، زي اول فيديو قلناه في المصل. وفايبريل هو جزء صغير من الحزمة المايوفايبري. في النوعين دول هتلاقي كونتراكشن في العضلة. طب ازاي يا دكتور كونتراكشن والعضلة مشلولة؟ هقول لك ليه. النيرف اللي اتقطع قبل ما يتقطع كان بيطلع ايه؟ هتقولي اسيتايل كولين، ويمسك في النيكوتينيك ريسبتور وينقل الكهرباء من النيرف للمصل، كلام اللي احنا عارفينه قبل كده. طب لما النيرف اتقطع، طب ما هو الاسيتايل كولين ماسك في النيكوتينيك ريسبتور، ما قدرتش اعمل له ري ابتيك. لو تفتكر في النيرف لما كنا بنقول في فيديوهات النيرف قبل كده، قلت انا بطلع اسيتايل كولين يعمل اكشن معين وارجعه تاني في الفيسيكل، ارجعه يتخزن في النيرف مرة تانية. هنا لما اتقطع النيرف انا مش قادر ارجعك واخزنك، خلاص نيرف ده اتقطع، فما زالت المصل مكملة بالأسيتايل كولين اللي خرج أيام لما كان النيرف سليم. طب إيه الفرق ما بين الاتنين؟ الفاسيكيوليشن بيبقى الكونتراكشن أقوى من الفايبريليشن. ليه؟ الفاسيكلز دي حزمة، تخيل حزمة ماسل فايبرز شغالة أقوى من شعرة صغيرة، من فايبر الصغير. والدليل على كده الانقباض القوي ده انت كدكتور هتشوفه وتحسه. حتى يقولك ايه؟ فيزيبل يتشاف and felt. اما الفايبريليشن الاضعف انت ما بتشوفوش، كونتراكشن ضعيف لدرجة ايه ده هو فين انا مش شايفه، ولكن حسه فقط. هقول لك على طريقة ما تنسهاش. فاسيكيوليشن فيها اف واس، تفتكرها كده اف فلت واس سين. فلت اند سين، ده انا بحس واشوفه. اما فايب ريليشن فيها حرف الاف بس، يبقى فلت قولي. يبقى انا عرفت خمس مشكلات. مشكلة الكرامبس نتيجة فتيج يعني، بس دي حاجة مؤقتة شوية. ومشكلة التيتاني نقص كالسيوم. مشكلة الاتروفي، فاسيكيوليشن، فايبريليشن. واقول لك على حاجة كمان اسمها ديستونيا. وطبعا ديستونيا ده مجرد تعرفه كمسمى مش اكتر. دول مشاكل المصل. وطبعا كطالب في سنة اولى مش هنسأله على الميكانيزم وفاسيكيوليشن وفايبريليشن زي طالب تالتة طب نظام جديد بياخد الكلام ده مع السنترال نيرفس سيستم. اخر عنوان في السكيليتال ماسل في اخر فيديو هنقول حاجة اسمها الكترو مايوغرافي، وده مهم قوي. الكترو مايوغراف
خلي بالك انت مش مطالب ازاي بيشتغل، مطالب فقط بالعنوان. كلمة مايو معناها مصل عارفينها، الكترو كهربي، طب وجراف؟ هنا هتقولي جراف دي الرسمة، اقول لك لا، جراف ده الجهاز، الجهاز اللي بيسجل كهربة المصل. طبعا الجهاز ده فكرته ببساطة ايه؟ كمجرد فكرة ان المصل اهي، انت بتحط ابرة كهربية الكترود، اسمه الكترود، جوه المصل، وتحط ابرة تانية على السكين، ابرتين، وتوصل الابرتين دول بجهاز خدناه مع النيرف كسود سي ري ار اوسيلوسكوب، اسجل البوتنشال ديفرنس، فرق الجهد بين الكترود على السكين والكترود جوه المصل، واقول لك ده بيسجل لي كهربة العضلة. طب امتى انت كدكتور تستخدمه؟ استخدمه لو العيان جاي يشتكي بمصل ويكنس، يا دكتور انا مش قادر ارفع كرسي، ابسط حاجة مش قادر اشيل كتاب، بتعب بسرعة، فنطلب منه لو سمحت لازم تعمل لي رسم العضلات، بيبقى رسمة. طب يا دكتور اذا كان الجهاز اسمه جراف، طب امال الرسمة اسمها ايه؟ جرام، الكترومايو جرام، عكس اللي انت متخيله. طب امتى نعمل الالكترومايو جراف؟ نعمله لو انا شكيت ان في بداية شلل في العضلة، ده ممكن، او شكيت في مايسينيا جريفز، حصل اوتو اميون ديزيز، قلناها قبل كده، جسم بيطلع انتي بادز ضد معظم النيكوتينيك ريسبتور. طالما انا شكيت انا عايز الكترومايو جرام، عايز ريبورت وتقرير يقول لي انا ايه. طب دكتور انت بتقول العضلة تتشل، يتقطع النيرف اللي خارج من الانتيريور هورن سيل، هو لازم شلل العضلة يكون سببها قطع للنيرف؟ لا، باراليسيس بفكرة بسيطة ممكن يبقى ليها سببين، يا اما انتيريور هورن سيل بيبقى دامجد، تبوظت الانتيريور هورن سيل، واللي يبوظها مرض شلل الاطفال بوليو مايلايتس، شلل الاطفال يبوظ ده، او انت قطعت النيرف، نيرف كات اللي خارج من الانتيريور هورن سيل اللي هو الافرنت، انت قطعته، سواء ده او ده النتيجة واحدة، هناك باراليسيس، فلازم اطلب الكترومايو جرام. في نهاية هذا الفيديو اهم العناوين: اكشن بوتنشال اوف ماسل، علاقة الالكتريك بالميكانيكال ريسبونس اوف ماسل، سيمبل ماسل تويتش بتحصل لو سنجل ستيمولس، لو اديت اكتر من ستيمولس بالاحتمالات، يا ترى اثناء الكونتراكشن ولا اثناء الريلاكسيشن ولا بعد نهاية التويتش كله كونتراكشن وريلاكسيشن، يعني ايه ستير كيس فينومينا، يعني ايه ماسل ديزيزز بالكرامبس بالتيتاني اتروفي وفاسيكيوليشن وفايبريليشن والفرق بينهما، وديستونيا كمشكلة او كلمة عامة، والكترو مايو جراف واستخداماته.